مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث الحي والمباشر من النافذه العالميه المطله عليكم من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكالات جي ميديا للاعلام. نحن الان في منزل عائله الاسير المضرب عن الطعام منذ ما يقارب الاسبوعين شادي ابو عكر رفضا للاعتقال الاداري في منزله في مخيم عايده شمال بيت لحم. نحن الآن في ضيافة شقيقه تامر ووالدة شادي أم تامر. بداية تامر، لو تحدثنا عن آخر أخبار متعلقة بشادي قبيل خوضه الإضراب، وكيف تلقيتم خبر إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام؟ يعطيك العافية. شادي له تقريبا أسبوعين مضرب عن الطعام، 13 يوم. طبعا أخذوه تقريبا له سنة، حكموه إداري 6 شهور، خلص 6 شهور وبعدين دخل في 6 شهور تاني. هلا هم المفروض في السجن انهم ببلغوهم قبل ما ينتهوا 6 شهور، ببلغوهم انه في تمديد لهم، يعني انه ما فيش ترويحه وما فيش شيء. فتواصل معنا شادي وحكى لنا انه راح يخوض في الاضراب لانهم مددوا له الاداري، يعني ما في ترويحه. فمن هون بلش الاضراب مع شادي. بعديها ما تواصلنا معه من مره وما بنعرف عنه ولا اي شيء. هذا الاعتقال ليس الاول؟ لا، الاعتقال هذا لا مش الاول. شادي يعني قضى من عمره تقريبا 17 سنه في السجن. اول سجنه له كانت 10 سنين. 10 سنوات؟ 10 سنوات كاملات قضاهم، كان عمره 18 سنه. وبعدين طلع بلشوا معه في الاداري. طبعا العشر سنوات كانت بتهمه وما بعدها بلا اي تهمه. ما فيش ملف مسكر اداري. بسجنوه سنة ونص سنتين، بروح إداري ما بتعرف ليش انسجن أو على إيش انسجن. أول اعتقال له كان في أي عمر؟ أول اعتقال كان عمره 18 سنة، حكموه 10 سنين، تهمة إنه من حماس وتابع لخليط حماس وشغلات زي هيك يعني. وبعدين بلشوا معه في الإداري، يطلع شوي ياخذوا ويقعد سنة ونص سنتين عندهم، عاود يطلعوا عاود ياخذوا. نفس الشيء يعني، سواء كانوا يعتقلوا السلطه يقعد عند السلطه فتره وبعدين يطلع ياخذوا اليهود، يقعد عند اليهود سنه ونص سنتين، يعني ما بين من هون ما نص ولا من هون ما نص. ما بين اعتقال واعتقال ما كثى ما يقرب 7 سنوات في الاعتقال بلا اي تهمه. بالضبط 7 سنين هذول هيك اداري، بس مش مره واحده، على فترات. كم هو يعني كم يبلغ من العمر الان؟ شادي مواليد 83، يعني تقريبا عمره 36 او 37 سنة. 37 سنة تقريبا، 17 عاما في الأسر، 7 سنوات منها بلا أي تهمة. هذا الاعتقال الإداري، ملف سر إداري، ما بتعرف ليش انسجن وكيف طلع وليش طلع، بس بروح بقعد في السجن ما بعرف شو قضيته، ما في تحقيق، ما في اعترافات، ما في شيء، بس إنه اتهمته إنه من أبناء حماس. انت حماس. يعني حتى يعلم المتابعون والمشاهدون في هذه الاثناء، هذه حاله من الحالات وقصه من القصص طبعاً التي تعاني من الاعتقال الاداري. الان نحن في موجه اضرابات مفتوحه عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري. صحيح. هناك عمق وتعميق في فكره رفض الاعتقال الاداري. كيف تتابعون انتم الامر من جهتكم كعائله؟ والله يعني الوضع عندنا في العائله مش يعني كركب. الوضع سيء جدا لانه ما بنعرف شيء عن ابننا، وكيف كنا نتابع كمان عن الاسرى الثانيين كيف كانوا يخشوا، يعني في ناس دخلوا في اضراب لهم 25 يوم وفي شيء 35 يوم وفي شيء اكثر، وكنا نشوف كيف اهاليهم كيف يتابعوهم. يعني الوضع سيء سيء جدا جدا، سواء على والدته ولا على زوجته ولا على اولاده ولا على البيت كله. يعني بالانتقال الى والدته ام تامر، حدثينا عن شادي أكثر. شادي لما الحكم أول شيء الحكم 10 سنين، يعني حكم زي هالشباب، ما كانش متجوز. بعد ما طلع من السجن جوزته، العيشة يعني لما كان في السجن وهو مش متجوز مش زي هو متجوز، حين هم مرته هم أولاده، ابنه لما صغير بيلحق عمه بكل يابا، يعني الولد شهر واخذوه، انولت البنت شهر برضك واخذوه،
يعني الولد بنت بيطلع بيترعرع وبيكبر مش على ابوه قدامه ولا يشوف ابوه ولا يقعد في حضن ابوه، حتى بحسش لما طلع من السجن ما لا راح يجري على عمه مش على ابوه. كيف اثر هذا على شادي؟ كثير كثير كثير، مش شويه يعني نفسيته يعني. بعدين رفعوه سجنت هذه، قال لي ما في علي محكمه، بدي اروح على المحكمه المحامي المحكمه العليا يرفع قضيته، اذا صار في حل هيني مش راح اضرب، واذا ما في تمديد بدي اضرب. هذا سلاحهم، هذا هو الحل الوحيد، هذا الحل الوحيد الاداري. الاداري حكم موت موت، بتعرف ايش وقتاش بيطلع يعني. اللي عنده قضيه وبعرف مثلا عنده سنتين ثلاثه خلص انا هيني قاعد لها سنتين تخلص وانا بطلع، بس الاداري بيكفى عنده امل انه يطلع وبيجي تمديد. تحدث ان لديه طفلان. طفلته حديثه الولاده عندما اخذوه كم كان عمره؟ شهر. هذا الاعتقال الاخير؟ الاعتقال الاخير شهر شهر. الاعتقال الاخير كم يعني لما وديت صور اللي زرته اخر مره اخذت صور بكل هذه، معقول بنتي يما هذه بنتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني قلت له يما اسمع، انت بدك تدخل اداري اضراب ادخل يما، هذا السلاح الوحيد، ربنا معك، ودعتك لله يطعمك ويسقيك زيك زي هالشباب يما. عشت عشر حر، بتعيش حر يما، تعيش حر يما. ونصلي على سيدنا محمد هو والشباب اللي معه، قلت مودعين لله يطعمته ويسقيته، واذا ما سووش هذا فيش حدا واقف معهم، فيش حدا بكون مثلا هاي هذا اسير بده يموت لحق درجه الموت، ان نروح نشوف نسوي له شيء يعني. لو الشباب يعني مرتنين على ان حدا انه يكف وينشلهم من هم اللي فيه بسويش شيء، بس هم سلاحهم الوحيد للاضراب. فيش حدا. هذه التي بكت هذه بنتها، ابنه شادي. هذه بنت شادي وهذه مرت شادي، فيش حدا واقف معهم. فبقول لك احنا نعالج حالنا، احنا بدنا نكف على سبيل ان نخلص من الاداري، من حكم الاداري هو والشباب. لازم كل الشباب تكف، كل الشباب يضربوا. تحملين صورة شادي يبدو اصغر سنا بما يبدو. هذا شادي لما انسجن 10 سنين، هذا هو شاب شادي الحين شعره ابيض لحيته بيضة. كم كان عمره يعني؟ 18 سنة بك عمره، بك مخلص توجيهي اخذوه 18 سنة وعشر سنين وبعديها سنتين وبعديها سنة ونص، وعند السلطة لا مالص من السلطة ولا مالص منه، على شو؟ على شو حكم الإدارة؟ فيش عليه إشي ابني، بيجي بس باخذوه بكسروا الدار بخوفوا أولاده. قبل فترة أجوا خلعوا الباب ودخلوا فتشوا ما لقوش إشي. الاحتلال بعد بأسبوع مش عليه، أجوا على جارنا طلعوا عليه على الدار خلعوا الباب اللي له وراحوا ونزلوا أخذوا جارنا اللي تحت بس طلعوا خلعوا الباب وراحوا. وعندما كانت تأتي يعني السلطة إلهنا ما كانت التهمة، ما السلطة كان ولا إشي السلطة جت وأخذتها. قلت لهم، قلت للسلطة، قلت أنا يوم تأخذ اليهود هذا عدونا، هذا أخذوا الواحد يعني بكونش يعني معلق على إشي لأن عدو اللي أخذه، بس لما ابن بلدك يأخذه، لما المسلم يأخذه وسجنوه شهر هان عند السلطة. خلتي لو تحدثين عن شادي أكثر، ماذا كان يعمل؟ ماذا كان يخطط؟ شادي بكى في المطعم عندما فتح مطعم، قال لا بدي أتدخل لا في حدا ولا بدي أروح ولا بدي أقعد في المطعم وأدير بالي على مرتي وعلى أولادي. بكتب شعر شادي، بكتب قصائد شعرية شادي وبعطي للشباب بغنوا لي إياهن، يعني هذه شغلته شادي. هل توجد اناشيد مغناة شادي؟ انت على اليوتيوب كتب شادي ابو عكر وعنده غنى على اليوتيوب. يعني ما اسم انشوده يمكن نذهب اليها؟ محرمة. اغاني وطنيه لشادي. افتح بس اكتب شادي ابو عكر، هاتي اكتبي على اليوتيوب، هاتي الاغنوي على اليوتيوب لشادي، افتح عندك الشاعر شادي. لا بك يروح ولا بك يجي ولا بك يتدخل في حدا، وفوق هذا يجوا ويأخذوا خوف على مرته وعلى أولاده وعلينا، ويدخل علينا وإحنا نايمين ما ندري الله ما فوق روسنا اليهود، يكسروا الباب ويكسروا الدار ويسحب حالهم يأخذوا ويطلعوا. شوفي يما، قال والله يما ما بعرف،
ياخذ والله يسهل عليه. ود من حد ما طلع للسجن كنت ودعتك لله. دخل الاضراب قلت ودعتك لله يمه. فيش حدا بكف معك الا ربنا، وانا ما بحط ثقه لعهدة الا بس على ربنا، لان فيش حدا بكف معهم ولا حدا بتدخل فيهم. جاعوا عطشوا ماتوا، فيش واحد بقول انها سلطتنا الله يسعدها تقول هذا في اسير لازم نوقف جنبه لازم نروح نطارد نسوي له شيء. عشان هيك انا بقول بس ربنا. انتم تشعرون انكم مخذولون بمعنى. طبعاً. مش بس احنا، مش بس احنا جرى التلفون اللي بيرفع، مش بس احنا ابو ما حدا بيرفع، ما مش بس احنا يا خالتي، كل الاسرى مظلومين. يعني فيش غير الدعاء لهم احنا من برا، لما الام الابو الزوجه بس الدعاء هذا اللي مقدر نوصله لربنا، وهم انهم يضربوا يضربوا عشان ينالوا الحريه. كيف بدا اخر اتصال مع شادي سواء على الهاتف او في الزياره؟ الزياره لما رحت زرتها ما شاء الله عنا، ما شاء الله معنوياته عاليه. اخر زياره هذه اخر زياره إلى منذ متى؟ يعني تقريبا لها كلمه شهر. ماذا قال لك؟ ماذا قلتي؟ ما كانش بده يضربك، كان يما في إلي محكمه بدنا نرفع قضيتي للعليا، اذا في نتيجه يما مش راح اضرب، واذا قلت لي يما اللي كاتبه ربنا سوي، اللي اشي في إيه من ورا نتيجه تطلع بنتيجه اعمله وربنا معك. إذا مشاهدينا الكرام كما ترون في المشهد هذه ابنة شادي. نعم. تبلغ من العمر حوالي العام. وهذه عائلة شادي كما ترون كما تسمعون يعني بصوتها المكلوم وصوتها المجروح. يعني طب كلمة أخيرة توجهينها للعالم الذي يسمعنا الآن. أنا قلت لك ما بوجهش لحد كلمة، ما بوجه، ما فيش حدا لو وجهت لو طلعنا وضربنا لو سوينا عجب فيش حدا يقول شوف للي احنا انا بطلع للي قبلنا وصلوا درجة الموت مين وقف معهم الا هو الشخص بذاته، الشخص اللي بيعمل اضراب هو اللي بنشي الحالة هو اللي بكيم حالة واحنا بالدعاء. اما يجي حدا يقول مثلا نوقف معه نسوي له اشي نطلع مش حدا، هو بس ربنا، بس ربنا هو اللي بكيم الشدة عنهم. وانا ودعت الله يطعمه ويسكي ويجعل إضرابه بردا وسلاما عليه وعلى الأسرى اللي معه، بس هذا بظن أستدعي أنا إله. إذا مشاهدينا الكرام هذا صوت أهالي الأسرى المكلوم والمجروح الذين يشعرون كما استمعنا خلال الحديث والحوار الذي دار خلال هذه الأثناء، هم يشعرون بأنهم مخذولون، يشعرون بأنهم مفجوعون على ولدهم، قلقون على ابنهم ويعيشون حالة من التوتر إزاء حياة نجلهم، يرمون أملهم فقط على الله بعد أن يعني كما يصفون أنهم تقطعت بهم السبل خلال الإضراب. مش سهل يا خالتي الإضراب، مش سهل هذه الإضراب إلى عواقب الإضراب. أنا بتمنى من الله إنه ما يطول عليه، إنها تكبه يعني فترة قصيرة ويطلع بنتيجة. الإضراب مش سهل يا خالتي، ابني لما دخل الإضراب عارف شو وراء الإضراب، بيعرف إنه شو صعوبات الإضراب، إذا طول الإضراب شو بكبه في جسمه، شو بصير في جسمه، عواقبها مش سهلة. ومع هذا نزل الإضراب. هذا أول إضراب مفتوح يخوضه شادي؟ أضرب قبل هالمرة كان في سجن النقب وأضرب، ويوميتها أنا بكيت قاعد في الدار وقمت في الليل مفزوع، وكانت في صورة إلى معلقة وقعت على الأرض وانكسرت. متى كان هذا؟ هذا الإضراب في سنتين الإدارة الأولانيات، كنت لأبو كنت للولد في ذيكة، الولد تعبان بعد الإضراب. لما رحت زرته قلت له يما هيد في اليوم الثاني، كان لي في نفس اليوم يما، ودخت بكيت مضرب دخت وقعت على راسي في نفس اليوم اللي كنت مفزوع من النوم، وقعت صورته على الأرض وانكسرت. الله معاهم يا خالتي، شو بدي أقول، ربنا معاه، ما تطولش عليها الشدة ويكويهم ويطلعوا بنتيجة ويكسروا أنف المحتل ويكوى على المحتل، لأن هذا لما فيش إشي نتيجة غير الإضراب بس برضك هذا الإشي بيخلي المحتل يعني يقول لك يعني زي حرب بين السجين وبين السجان. إن شاء الله إن السجين بنتصر إن شاء الله إن شاء الله.
الله يطمن قلوبكم بانتصار شادي يا رب وبعودته سالم غانم وبحريه الاسرى اجمعين يا رب. يعني سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحاول وتمعن محاوله كسر شوكه الفلسطينيين اسرى او طلقاء او حتى من ينعمون بشكل الصور للحريه، ولكن املنا بعد الله بعزيمه الشباب نعم. في ال بس هم بيقدروا هم يقاوموا لحالهم داخل بس. القضبان، ونحن يعني شاهدنا في الايام الاخيره وفي السنوات الاخيره ومنذ فتره في الاضرابات التي يخوضها الاسرى، هم ينتزعون حريه وحقا انتزاعا من خلال الاضراب، من خلال الامعاء الخاويه. صعب الاضراب طبعا والاراده صعب. وربما المبشر في هذا ان الاسرى الذين خاضوا اضراباتهم في الفترة الأخيرة انتصروا وهذا مبشر نعم. إن شاء الله نعم. مشاهدينا الكرام إن شاء الله. هذه كانت كلمات أم تامر. لا بس كلمة أخيرة بالله، كلمة أخيرة تفضل. لما رفعوها للمحكمة العليا الله بكاي شو قال الكابتن؟ قال في أخذ ستة وكمان ستة، قال الساعة في ستة وكمان ستة، لو في أزود من سنتين لشادي أبو عكر لأعطي الإضرام، هو سنتين، قال لو في أكثر من سنتين لأعطيه لشادي أبو عكر، ساعة في إلى ستة وكمان ستة، هذا اللي خلى ابني يضرب. إدارة السجون تتوعد. قال الساعة في كمان ستة وكمان ستة، ولو في أزود من سنتين لأعطيه لشادي، لأعطيه لشادي أبو عكر. يعني الأسرى يخوضون فرادى معركة مع كيان كامل مجيش ومؤجش بالأسلحة وبالعتاد وبالقرارات وبالقيود. ولكن عزيمة الشباب كما قلنا قوية داخل الأسر أقوى من قيد السجان. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الكلمات التي استمعتم إليها دون حاجة إلى وصف أي شيء، نعود ونلتقي بكم بإذن الله في بث حي آخر ومباشر للحديث عن مواضيع أخرى. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.